اهلا ومرحبا بكم مجددا، واليوم معنا عود يستحق ان احنا نقول عنه مميز وبجداره. راح نعرف بعد شوي لما نسمع صوته من اول نغمه اكيد. طيب، مواصفات هذا العود عندنا: الوجه سيدر من القطعتين، الزخرفه والصدف حاضره حوالين اطار العود وفي الشماسه والقمريات وكذلك في المضرب. الظهر عندنا من الميبل والوينجي بالاضافه للزندو بالاضافه للبنجق، البنجق من الطرفين عندنا من الوينجي بالكامل. المفاتيح عندنا من السيسم درجة أولى، عندنا الأوتار من الكروشنر دوزان فافا. قياسات هذا العود عندنا العرض 36 والعمق 19.5 والزن 19.5 وعرض العظم 3.9. خلونا نسمع العود ونعيش معه، لأنه هذا عود 36. Thank you.
أجواء وبيطلع هيك أحاسيس مختلفة جميلة. ألقاكم على خير، إلى اللقاء.